السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ اليوم عندي مو فيديو، راح يكون مقدمة لفيديو قادم إن شاء الله. عندي هاد الجهاز مثل ما شايفين، هاد اسمه فلو سويتش أو مفتاح التدفق. هذا بيركب بالمواسير مشان نعرف إذا المي عم تتحرك أو لا، في دفع للماء ولا لا. هلا هاد بيركب بالمواسير مثل ما حكيت، بهذا الشكل. هلا هيك بنشوف الصورة هون، بيركب بالمواسير ولما بتمشي المي بتصير تضرب. طبعا هي ريشة بتجي مقاسات مختلفة، بتركب فيه هون هذا المسمار، فينا نغيره. لما بتمشي المي بالمواسير بتتحرك هذه الذراع أو الريشة، وبتعطيني أمر للتماس أو بتحرك تماسات مثل ما شايفين هون، حركة ميكانيكية بهذا الشكل. وفي عندي هون تماس له منتصف ومغلق ومفتوح بهذا الشكل، ما بعرف إذا واضح عليكم. بس هذا هو. هلا هاد فينا ناخد مثل ما حكيت إشارة إنه المي ماشية، وهي الإشارة فينا نربطها بلوحة التحكم. طيب هلا هذا الجهاز نفسه فينا نستخدمه يتحكم بالمضخة، هو نفسه هاد بنخليه يتحكم بالمضخة. لكن كيف الطريقة؟ حاليا راح نخلي الكرة بملعبكم مثل ما بيحكوا. اللي بيعرف كيف الطريقة إما يرسم رسمي يبعت لي إياها على الواتساب، رابط الواتساب بيكون موجود تحت الفيديو، واللي بيعرف طريقة بس يكتب لنا إياها بالتعليقات. الفكرة إنه راح أعمل فيديو قادم نستفيد منه جميعا، نخلي فيديو هيك محترم نخليه على اليوتيوب، بيستفيد منه الجميع إن شاء الله. بس هيك، هاي هي الطريقة، ويا ريت اللي عنده أي معلومة إضافية يضيف لنا إياها على هذا الفيديو بالتعليقات. وهيك هاي الفكرة لهذا الفيديو. بس بدي أحكي لكم إنه فعلت خاصية الانتساب للقناة من باب الدعم، بيكون برسوم مادية بسيطة من باب دعم المحتوى ودعم القناة. لهون بكون وصلت لنهاية الفيديو. كان معكم علوي طوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.